أهلا وسهلا فيكم أحبائي بحلقة جديدة من برنامج أكثر جدا مما نطلب. حلقة اليوم بعنوان إرادته أو إرادتي، مشيئته أو مشيئتي. كتير مرات بيكون بدنا ربنا يمشي ورانا مش قدامنا، يعمل اللي نحن شايفينه ومش نعمل اللي هو شايفه لحياتنا ولخلاصنا. كتير منا من دون ما نحس نتحول كأنه نحن ربنا وربنا بيشتغل عنا. مرات بتسمع حدا بيقول ربنا مش سامعني. شو يعني مش سامعك؟ يعني ما عم يرد علي. كيف يعني؟ يعني ربنا ما عم يعمل اللي أنا قلته. يعني ربنا لازم يعمل اللي أنت بتقوله؟ لو ربنا عمل اللي أنت عم تقوله ما عاد بقى ربنا، لأنه هو الفاهم، هو الكبير، هو ربنا. أنت اللي مخلوق مش أنت اللي خلقت. أو واحد بيقول أنا زعلان من ربنا. ليه زعلان؟ لأنه ما عمل لي اللي بدي. يعني لازم ربنا يعمل لك اللي بدك؟ لو أنت فاهم القصة كلها وبعمقها لازم أنت اللي تعمل اللي بده يا ربنا، مش هو اللي لازم يعمل اللي بدك إياه. للأسف نحن أحيانا منفضل نقرر وربنا ينفذ، ومنفضل إنه ربنا يمشي ورانا. تبقى محترمي سند يعني عروق، تركع لك الكرمي تعصر ومدوق. تبقى محترمي سند يعني عروق، تركع لك الكرمي تعصر ومدوق. حملتك الخمرة لدم المسيح، وباركت للصخرة كانت لك طريق. صار ربنا بس موجود لياخد أوامر، في شي غلط. الوضع كله مقلوب، مش صح. مش مفروض أنا أزعل وياخد على خاطري أو اكتئب، لأنه نحن أغلبنا فتنا بشي مش مزبوط. وصلت فينا أنه نحن منقرر لربنا شو لازم يعمل، ولو ما عمل بزعل وبعاتبه ويمكن بسبه. أكيد هون صار في أحبائي غلط بالعلاقة وأنا رح كون الخسران. أكيد في شي أنا نسيته وراح عن بالي وشي مهم، وهي كلمة لتكن مشيئتك مش مشيئتي. أحبائي واضح من كلام الرب يسوع المسيح إنه في صراع إرادي بيننا وبينه. بيقول إنجيل متى: كم مرة أردت ولم تريدوا. كان بده ربنا اليهود يفوتوا على حضنه، بس هني أصروا على أفكارهم وعلى برنامجهم، وكانوا يصلوا ويصوموا ويطلبوا من ربنا يعمل اللي هني بدهم. وبالآخر شو صار؟ ربنا يسوع رفضهم وبطلوا شعب ربنا المختار. وسنة 70 فاتوا الرومان وخربوا أورشليم وما خلوا حجر على حجر، وراح الهيكل وراح كل شيء. ربنا كان عم يقول شيء تاني تماما وهني رافضين يسمعوا. عم يقول لهم أنا الملك الحقيقي، أنا جيت على الأرض، أنا تجسدت، مملكتي هو الملكوت. انسوا الرومان، انسوا المملكة الأرضية. وهني بغير مطرح تماما وخسروا كل شيء. حتى رغم أنه بيصلوا كتير وبيصوموا كتير، لكن اترفضوا هني وصلاة وصوم. نحن منكون للأسف أحبائي مقررين شكل حياتنا ومخططين ومزبطين. أنا بدي حياتي تمشي هيك، وشغلي هيك، ومرتي هيك، وابني هيك. ولو صار أي شيء غير اللي أنا حلمت فيه بزعل وبخانق ربنا وببعد عنه كمان.
الحقيقة ما كان هيدا الاتفاق مع ربنا يسوع المسيح. هو المفروض هو اللي يقول مش نحنا، وما قلنا حق نزعل. مثلا معقول لعازر يموت؟ لا، مريم ومرتا رفضوا هالشي. ليش؟ براسهم أنه المسيح بحبنا وبينام عنا ومنهتم فيه، والمفروض لما نبعت له يترك كل شيء ويجي لعنا ويشفي لعازر من مرضه. فالمسيح ما عمل اللي كان براسهم، فزعلوا واكتئبوا وبكيوا. ربنا يسوع قبل صليبه بيوم قالنا قاعدة مهمة ليفهمنا، قال أنا نزلت من السماء مش لأعمل مشيئتي بل مشيئة اللي بعتني. طبعا هو أحبائي عم يحكي هالحكي بطبيعته البشرية ليفهمنا كيف لازم نفكر، لأنه هو ربنا ومساوي للآب بكل شيء. لكن كان بده يفهمنا كيف لازم أنا أفكر، كيف لازم نعيش، وكيف لازم تكون علاقتنا مع ربنا، مع القدوس، مع الضابط الكل. نحن كلنا رجعنا ولدنا من السماء لما تعمدنا، والمفروض نعمل اللي هو بده إياه مش اللي نحن بدنا إياه. وإذا عملنا غير هيك رح نتعب كتير وتصير حياتنا صعبة ومن أصعب لأصعب. فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه. يا سيد، لو أنك كنت هنا لم يمت أخي. أحبائي، لازم نعيد النظر بطريقة صلاتنا. كيف منصلي؟ هل منصلي ليعمل الرب اللي نحن بدنا إياه، أو بصلي وبقول له لتكن مشيئتك وشو ما كانت هالمشيئة؟ سؤال مهم ليلي بيقولوا بصلي وما في استجابة. عند البعض الصلاة باختصار هي إنه ربنا يحقق لي طلباتي. عند القديسين الصلاة دايما هي لتكن مشيئتك. ولهيك أحبائي إذا بتشوفوا الصلوات القديسين بتشوفوا إنه ما في طلبات خاصة، لا، بيقولوا يا رب أنت قرر، كل شيء من إيدك حلو وموافقين عليه. براسهم فكرة إنه خلص نحن اطمنا إنه ربنا يسوع وعدنا بالملكوت، وطلب إنه نطلب مشيئته بس، وعيشوا كل حياتهم بهالثقة بالمسيح. نفس الفكرة لما الرب يسوع غضب على شجرة التين. ليش أحبائي؟ شكلها حلو وورقها حلوين لكن من دون ثمر، وهيدا اللي زعل المسيح. وهيدي كانت رسالة إلنا، لو حضرت كل يوم قداس وصليت ساعتين وما في ثمر كله مش مقبول عند الرب يسوع المسيح. ممارسة الإيمان مش تأدية واجب، لا، هيدي طريقة ما بتقربنا من المسيح أبدا. وهون المشكلة أحبائي، كتير سهل نحفظ مزامير أو نرتل أو نروح على القداس، هودي سهلين. لكن اللي صعب إنه القلب يتغير، إنه العقل يتغير، نصير نفهم ونخضع تماما للرب مثل ما بده يمشي ومثل ما بده الدنيا تمشي. وهيدا منشوفه واضح أحبائي بمثل المدعوين. شو صار بهالمثل اللي خبرنا إياه الرب يسوع المسيح؟ المسيح وجه دعوة ليجوا لعنده المقربين واللي بيعرفهم، بس كل واحد اعتذر لأنه عنده برنامجه الخاص، وكل واحد كان ملتهي بشي وبهمه كيف ينظم حياته، وآخر همه الدعوة. وكل واحد قدم عذر خاص، ولا واحد قال تكرم، بلغي كل شي وبيجي بلبي دعوتك. الكل رفض لأسباب خاصة. شو قال المسيح؟ قال المسيح ساعتها، قال المدعوين ما كانوا مستحقين، ما بيستاهلوا يجوا على العزيمة.
ساعتها صاحب الدعوة قال اعزموا كل اللي بالشارع، كل الفقراء، كل الناس اللي بتلتقوا فيهن، وهودي اللي لبوا الدعوة وقالوا لتكن مشيئتك. وكان إلو النصيب مع الرب يسوع المسيح، وكانوا مش مصدقين أصلا إنه الملك عزمه. اسندني يا رب بضعفي، وسامحني إن كنت أناني. اسندني يا رب بضعفي، وسامحني إن كنت أناني. عايز قوة من عندك تحول قلبي وكياني. عايز قوة من عندك تحول قلبي وكياني. علمني يا رب أحب. المشكلة هي إرادتي وإرادة ربنا. إرادتي أنا نام، وإرادة الروح القدس إني أقوم أسهر شوي وصلي مثلا. شو رح أقرر؟ رح أمشي مع إرادة ربنا أو مع إرادة جسدي؟ سؤال كلنا لازم نجاوب عليه بصدق. مثلا العلاقة بين يهوذا والمسيح. يهوذا كانت مش عجبته تصرفات المسيح قبل كم يوم من صليبه، وكان عم يحكي مع المسيح بطريقة فيها تهكم. لما شاف سكبت الطيب على إجرين المسيح انزعج كتير إنه ضاعوا المصريات هيك، وقال هالشي مباشرة بوجه المسيح من دون أي خجل أو رهبة أو احترام. يهوذا كان أمين الصندوق ومش محترم المسيح، والرب يسوع دافع عن المرة ساكبة الطيب قدام يهوذا، والتلاميذ كمان سمعوا شو قال الرب يسوع المسيح، وكان المسيح فرحان فيها كتير. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقاً، وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. اتركوها، إنها اليوم تكفيني قد حفظته. بطرس لما إجا الرب يسوع يغسل له إجريه استحى ورفض، حس إنه مش مستاهل للمسيح يعمل معه هيك، وكانت إرادته الرفض. وعبر هالشي قدام المسيح وبقوة. وشو قال له؟ قال له، قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. هيدي إرادة بطرس. بس شو قال له الرب يسوع؟ شو إرادته؟ رد عليه بقساوة وقال له: لو مش رح غسلك إجريك مش رح يكون إلك معي نصيب. شو يعني هالحكي؟ يعني لو مش رح تقول حاضر مش رح فيك تكمل معي، ورح تصير برا. هالقد الموضوع أحبائي. نعم هالقد بدنا نقول حاضر لو ربنا عطانا كرامة عالية، وحاضر لو سمح بشي مش عزوقنا وغير كل توقعاتنا. لازم نقول حاضر. هيك عم يفهمنا المسيح. لازم نوصل لفكرة: يا رب مش مهم إرادتي، لكن بدي إرادتك. وبصدق وبوقتها كل شي رح يتغير. يمكن ربنا يعطيك شيء في كرامة كبيرة تكون مش مصدق شو عم بيصير معك، وبعد فترة يرجع يسمح بتجربة تحس حالك صرت تحت الأرض. عادي اللي بيشوفه. شو ما كانت إرادتك يا رب، كل شيء من إيدك حلو، وأنا قبلين كل شيء منك. جاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. لا، لن أدعك تغسل رجلي. إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب.
يا سيد، لا تغسل فقط رجلي بل أيضا يدي ورأسي أيضا. ساعات بيكون عندك رغبة تنحل مشكلة مضايقتك كتير، مزعلتك، كأنها عم تخنقك، تتفاجأ إنه المسيح عم يقلك لا، ما في حل للمشكلة، بس بيقلك رح كون حدك وأعطيك تعزي للمشكلة. بتقله تعزي؟ وين بتنصرف هيدي؟ لا، إذا بتحبني يا رب بتحللي المشكلة. وبيرجع بيقلك المسيح بإشارات وبتسلسل الأحداث حواليك إنه لا، مش رح حللك المشكلة، بقلك أنا رح شجعك ورح كون حاضنك ورح خفف عنك بطريقتي، بس رح خلي المشكلة. بتقله أنت للمسيح شو اللي عم تقوله يا رب؟ مشكلة يعني حل، غير هيك ما بفهم وما بدي منك. وبتضل خناقة بين راسي وبين إرادة ربنا، وربنا كتير مطارح بحاول يفهمك إنه هالمشكلة لازم تبقى لأنها مفيدة إلك، مفيدة روحياً، مفيدة إنسانياً لحياتك، لخلاصك، لتتعلم إشياء مش ممكن كنت تتعلمها لو كل شيء كان سهل حدك. وانت بتكون زعلان وعم تخانق ربنا ومش راضي، وبتقله أنا ما بدي تعزية منك، أنا بدي بس حل. وساعتها للأسف أحبائي، وربنا يحمينا من هالكلمة، رح يقلك المسيح مدام هيك ما في لا تعزية ولا حل، وخليك هيك شوي لحديد ما توصل لفكرة تفهم. تقله تكرم يا رب وتوطي راسك وتقله قبلين منك شو ما كان، ساعتها بيتغير الموضوع. غير هيك الإنسان هو بسببه بتطول التجربة، وحتى مرات التعزية ما بتجي لأنه الإنسان بيكون بعده متكبر ومغرور ورافض إرادة ربنا وبده عزوقه، وبينسى أنه إلهنا هو الضابط الكل، هو الخالق، هو القدوس، ومش أنت. أنت بدك تمشي الدنيا براسك، والمسيح عم بيقلك مش أنا بيك، مش أنا بحبك، مش أنا خلقتك، مش أنا تجسدت لسير قريب منك وخلصك وافتح لك الملكوت. لازم خلص تتركني أنا مشي لك حياتك وامسكك بإيدك لتوصل لعندي. بعد كل شي عملته كرمالك وكل شي قلت لك إيه، بعدك مصر تمشي كل شي على ذوقك من دون لا حكمة ولا فهم؟ خلص امشي معي مع إرادتي. تجي مشكلة منقول له حاضر يا رب، بيجي حل منقول له منشكرك يا رب، بتجي تعزية منقول له كتر ألف خيرك يا رب، لا حل ولا تعزية كمان منقول له بشكرك يا رب، كله تمام، ما عنا مشاكل بشي معك يا رب، لأنه لتكن مشيئتك مش مشيئتي. لكن الخناقة اللي بنعملها مع ربنا معناتها إنه أنا عندي بعد برنامجي الخاص وعندي قراراتي وبدي ربنا ينفذ طلباتي. الفكرة الروحية أحبائي هي إنه ما في أيامي من غير صليب، ما في فرح أبدي من غير ما تنزل شوي وتنكسر إرادتك ونفسيتك وتخضع لإرادة المسيح لو مش عجبتك لتشوف الملكوت بالآخر. أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. لكني قلت لكم إنكم رأيتموني ولستم تؤمنون، كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، إن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئاً،
بل أقيمه إلى الحياة في اليوم الأخير. المسيح حكى بآخر أسبوع قبل صليبه عن اللجاجة بالصلاة، إنك تصلي وتصر وتعيد وتعيد. في نوعين من اللجاجة، في لجاجة محبوبة عند القديسين وعنوانها الأساسي اللي عمله المسيح ببستان الزيتون، لا إرادتي بل إرادتك. وفي لجاجة عبارة عن إصرار إنه ربنا يعمل اللي أنا بدي إياه لو شو ما كان، ربنا ينفذ وبس. مرة كان واحد عم يشكي لي إنه كلنا حكينا بالكنيسة غلط، وإنه هو صلى وصام كذا يوم وصلى كتير وانكبس وزعل كتير لأنه ربنا ما عمل اللي هو بده إياه. سمعتوا أحبائي الجملة منيح؟ ما عمل اللي بده إياه. قلت له أنت فاهم الموضوع غلط، أنت مش فاهم عمق كلمة شو يعني تلح على ربنا بالصلاة. اللجاجة بالصلاة معناتها أنه أنا أتبرمج على إرادة ربنا، مش ربنا يتبرمج على إرادتي أنا. اللجاجة بالصلاة لازم تغير فيك لتوصل على اللي قاله المسيح. أنا ما إلي يا رب لا رغبات ولا طموح ولا طلبات، أنا طموحي الوحيد إني أمشي بخطتك أنت يا رب وأعمل تماماً اللي أنت بدك، وما سير من وراء إصراري بعيد عنك وبرات ملكوتك وبرات حنانك وتعزيتك. وهالطلب لازم يكون بكل شيء بالحياة، بكل تفاصيل العمر، يكون حقيقة أنا ما عندي برنامجي الخاص، أنا بدي يكون بقلب برنامجك يا رب، اللي بتشوفه منيح إلي، اللي بتكون راضي عليه بحياتي بعمله. مرات منلح عربنا لنرتاح بالدنيا ويمشي كل شيء على ذوقي. لا، المفهوم الروحي للإلحاح بالصلاة إنه يكون إلك نصيب مع المسيح بالآخر وتفوت على الملكوت وتكون معه إلى أبد الأبدين. لهيك كتير مرات أحبائي نحن منصلي غلط، ما منكون عارفين شو لازم نطلب، وبصير الروح القدس يهمس لنا جوا ويجرب يفهمنا، ونحن مش حابين نسمع لأي حدا إلا أنا ورغباتي. بدي طلبات أرضية عن حياتي وشغلي وعائلتي، ولازم كل شي يمشي على ذوقي مثل ما أنا شايفه. أو بتكون عم بتلح عربنا تيغير فيك مثلا شغلة معينة أنت مش حاببها، بس مش كافي لتطلب أنت إرادتك، لأنه مجرد تكون بحالة صلاة وبقرب من ربنا هيدي لوحده كافي إنك تقول له يا رب برمجني على حسب مشيئتك وإرادتك، وأقدر يا رب استوعب مشيئتك وأفهمها وأقبلها. وهيدا اللي بده إياه الرب يسوع المسيح منا أحبائي. مشان هيك التلاميذ قالوا للمسيح بعد ما رفقوا مدة طويلة، قالوا له علمنا كيف لازم نصلي، لأنه حسوا إنه في شي غلط بصلاتهم وتفكيرهم وطريقة تحليلهم. قالوا له علمنا نصلي لنوصل لبرنامجك أنت يا رب وفكرك وإرادتك وخططك ومش خططنا، ونكون مبسوطين بكل شي بدك إياه لأنه نحن ولادك وعنا ثقة بكلامك ومتأكدين إنك بتحبنا وإنه إرادتك خير لإلنا أكتر بألف مرة من طلباتنا وأفكارنا وتخطيطاتنا لحياتنا.
خلينا نتعلم أحبائي من الأبرص كيف نصلي. هيدا الأبرص اللي حكى مع ربنا بكل احترام وقال له: إن أردت يا رب أنت قادر تشفيني. يعني إذا أنت بتحب، قال له المسيح إيه بحب، ما قال له دغري طهرني، قال له أنا حابب أني أشفى، بس إذا أنت بدك وإذا هيدي رغبتك وأنت راضي. فجاوبه المسيح وقال له إيه بحب وأنت شفيت. لهيك أحبائي لازم بكل صلواتنا وشو ما حكينا وشو ما طلبنا لازم نختم دايما دايما ونقول من قلبنا ومن روحنا وبصدق: لتكن مشيئتك يا رب ومش مشيئتي أنا ولا إرادتي ولا طلباتي. لإلهنا كل المجد وكرامة إلى أبد الأبدين. آمين.